أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فقرتنا التالية مقال اليوم، ضيفي فيه دكتور محسن محمد صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات، ضمن نقاش مضامين مقاله ما بعد العقبة. دكتور محسن معنا لنقاش هذا المقال، أهلا بك معنا دكتور محسن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله دكتور محسن. كان لافتا محاولة وضع صبغة سياسية على قمة العقبة رغم كونها قمة أمنية بامتياز، ما الأسباب التي دفعت للحرج ألا تسمى القمة بصبغتها الحقيقية وهي أنها قمة أمنية بامتياز وليست قمة سياسية؟ شكرا لكم. في الحقيقة يعني هي كانت محاولة للالتفاف ومحاولة لاستيعاب الوضع الفلسطيني الثائر والغاضب في الداخل الفلسطيني خصوصا في الضفة الغربية، ومحاولة لإعادة ترتيب البيئة الفلسطينية بما يخدم السلطة الفلسطينية وقيامها بوظيفتها الأساسية المرتبطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وقمع المقاومة إلى آخره. وحاولوا أن يضعوا لها إطارا أو دعما بيئة سياسية حتى ينفخوا في وهم التسوية القائم الآن والذي تقريبا نفض الشعب الفلسطيني يده منه، وأن يبقوه كحالة يعني يسعى إلى أن تبقى حاضرة في البيئة العربية والبيئة الإسلامية وأن تبقى حلا أو جزرة معروضة في السوق، لأن وجود حل سياسي أو بيئة سياسية مهم جدا، لأنه إذا سقط هذا الحل، حل الدولتين أو مسار التسوية، فالذي سيملأ الفراغ هو مسار المقاومة الذي هو فعلا الآن على الأرض، هو الحقيقة الواقعية التي يلتف حولها معظم الشعب الفلسطيني. نعم، ولذلك تم محاولة تغليفه بتقديم شكل أو بشكل أو آخر من المكاسب التي تعطى في بين يدي السياق الأمني الذي تفضلت بإشارته. نعم دكتور محسن، لماذا يصر الفاعلون بالقضية الفلسطينية وهم كثر لكن دول الطوق إضافة للكيان الإسرائيلي وواشنطن يصرون دائما على المقاربة الأمنية في الحلول للقضية الفلسطينية، رغم أن كل التجارب منذ ما بعد حتى عام 48 و67 وحتى ما بعد أوسلو أثبتت أن المقاربة الأمنية للحل في فلسطين قد فشلت، الإصرار مرة ومرة وتكرارا، كيف تفسره دكتور؟ الإصرار نابع من أنه لا توجد مسارات بديلة غير المسار الذي يحاول الصهيوني الإسرائيلي والأمريكي أن يفرضه على الحالة الفلسطينية، وهي أيضا مرتبطة بحالة العجز الرسمي للقيادة الفلسطينية الرسمية، وأيضا لحالة العجز العربي والإسلامي وحالة الضعف والتفتت والتخلف التي نعاني منها، بحيث لا نستطيع كبلدان عربية وإسلامية أن نفرض بدائلنا على الساحة أو على القضية الفلسطينية، وأيضا حالة التهرب من المسؤولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني وتجاه دعم مسارات المقاومة الفاعلة على الأرض، وبالتالي دائما يهربوا من مشكلة إلى مشكلة أخرى، بمعنى أنه لا يوجد في السوق لديهم الآن إلا مسار التسوية. مسار أوسلو يعني فشل وثبت فشله من سنة 98 عندما انتهت الخمسة سنوات دون أن تنشأ دولة فلسطينية، ومنذ ذلك الفترة تلك الفترة وهم يحاولون أن ينفخوا الحياة فيها. مسار أيضا التطبيع بنفسه لم يثبت نجاحا لا في مصر ولا في الأردن عندما نشأ في تلك البلدان، وأيضا فشل في كل البلدان التي راهنت على مسار التسوية أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي باعتباره حلا لمشاكلها الاقتصادية أو مشاكلها الأمنية أو بيئة تحالفاتها أو حتى في إرضاء الأمريكان. لكن سقوط هذا المسار وفشله يعني أنه قد حدث فراغ، وهذا الفراغ لا يمكن ملؤه إلا بقوة التغيير والإصلاح في المنطقة، ولا يمكن ملؤه إلا من خلال أيضا قوى المقاومة
للمشروع الصهيوني التي للأسف الآن يجري تحييدها ومحاربتها وتهميشها. نعم. ولذلك هم ينتقلون من نقطة إلى أخرى، لكن في بيئة نفس الوهم الذي يعيشون فيه، وهو وهم مسار التسوية الذي يريدون أن نعم دكتور. إذا خلل فني من طرف دكتور محسن صالح، كان يتحدث بطبيعة الحال عن سبب الإصرار، عاد معنا دكتور محسن. نعم تسمعني دكتور الآن؟ الآن نعم سمعتك، نعم. لكن لا أدري ما الذي أنهيت من كلامي. نعم الفكرة نعم. وصلت. التجربة الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني دكتور محسن يعني ليست جديدة، بدأت منذ احتلال القسم الأكبر من فلسطين بال48 وما تلاها من مقاومة، وال67 وما تلاها من مقاومة حتى اليوم. ألم يصل الإسرائيليون إلى قناعة أن كسر الشارع الفلسطيني بالقوة باتت معادلة فاشلة نظرا لتكرار استخدامها بكل الأشكال والوسائل؟ متى سيقتنع الإسرائيليون دكتور محسن أن القوة لا تجدي مع الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني صاحب الحق؟ أظن أن هناك قطاعات لا يعني ليست صغيرة أو ليست قليلة في الشارع الإسرائيلي الصهيوني باتت مقتنعة بأن القوة لن تجدي مع الشعب الفلسطيني ولا حتى مع إرادة الأمة العربية والإسلامية وشعوبها. أظن أن هذا شيء قائم وحاصل، لكن في ال40 سنة الماضية في الكيان الإسرائيلي تطور التيار اليميني الإسرائيلي القومي، نعم، وتطورت قوة في داخل المجتمع الصهيوني، وبالتالي أصبحت لديهم قناعات أن هذه القوة وهذا التجدد والعنفوان وهذه الانتفاضة وهذا مزيد من العنف وبمزيد من القوة وبمزيد من الشرارة على الأرض. ظهور هذا التطرف في الوسط اليميني الإسرائيلي القومي وازدياد التيار الصهيوني الديني الذي يدعو إلى نفس الأفكار وتحالفهم في الفترة الأخيرة مع بعض أدى إلى محاولة الرغبة أو الرغبة بمحاولة فرض الإرادة بطريقة كسر العظم بالطريقة الشرسة التي يرون أنها هي التي ستجدي، لأن الهرب أو الاعتراف بالحقيقة بالنسبة لهم سيعني أن لا أدري إذا لأن الكلام مسموع، لأن الاعتراف بالحقيقة سيعني لهم أنهم مجبرون على التنازل للشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه، وهذا ما لا يريدونه، خصوصا في موضوع يهودية الدولة والسيطرة على كل أرض فلسطين غرب النهر، وهذا بالنسبة لهم الحقيقة التي سيصلون إليها، لكنهم يهربون. نعم دكتور محسن، يعني اتفاقية أوسلو وهي في عنفوان شبابها 93 وبكثرة داعميها وبالمقتنعين فيها داخل الشارع الفلسطيني لم تستطع الوصول إلى مبتغاها وما كان يؤمل يعني منها. نعم تسمعني دكتور؟ الصوت واضح دكتور محسن؟ آخر جملتين أنا ما سمعتهم لو تكررت. نعم نعم أعيد عليك السؤال. قلت أن يعني أوسلو وهي في عنفوان شبابها وكثرة داعميها والمقتنعين فيها في مسار التسوية فلسطينيا وعربيا لم تستطع الوصول إلى مبتغاها وما تريده. اليوم وقد شاخت هذه الاتفاقية وبحديث من كانوا يؤمنون بها وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس، ماذا يمكن لها أن تفعل اليوم ولماذا الإصرار على التمسك بها رغم هذا الفشل الذريع لها؟
أنا أظن أن له رسالة تسوية أمام أزمة حقيقية متصاعدة مع الزمن. هناك الحالة الفلسطينية من الحالة الشعبية عن مسار أوسلو، وهناك حتى من قواعد منظمة التحرير، من قواعد حركة فتح نفسها، من هو يائس من مسار أوسلو ولم يعد يراهن عليها. وهناك قلة فقط في البيئة الفلسطينية وفق استطلاعات الرأي توافق أو يعني ترى المضي في هذا المسار، لكنها في الغالب منتفعة بسبب التعامل الأمني. أنا أقول إنه هذا المسار الآن يصل إلى نهايته، وأنه في البيئة الفلسطينية لا يقف، ليس له أقدام، وإنما يعتمد على عكازات إقليمية عربية وعكازات دولية. ولكن إذا رجع إلى فيه إلى الرأي العام الفلسطيني أو الاستفتاء الشعبي، فإنه سيتم إسقاطه بالتأكيد. ولذلك أنا أظن أن الموجود الآن هو قشرة سطحية ينفخ فيها الحياة، لأنه الحل الوحيد الموجود في السوق. نعم دكتور محسن، أشرت إلى حالة التطبيع العربية. إلى أي مدى اليوم لم يعد هناك رابط محرج للنظام الرسمي العربي المطبع ما بين تسخين قطار التطبيع وربطه بما يجري في الحالة الفلسطينية؟ يعني سابقا كنا نرى أن هناك حالة من الحرج في التقارب مع الكيان الإسرائيلي إذا كانت الحالة الفلسطينية مشتعلة. اليوم نرى انفصالا وانفصاما ما بين مسارات التطبيع مع بعض الأنظمة الرسمية العربية وما بين ما يجري في فلسطين، وكأن الأمور فصلت. هل وصلنا لهذه المرحلة برأيك؟ للأسف نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، أو مرحلة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصلنا إلى مرحلة أن عدد من الأنظمة العربية أخذت تراهن على نسيان قضية فلسطين أو تجاوزها، وعلى الأزمات الاقتصادية والمشاكل المختلفة التي تعاني منها شعوبها، وعلى حالة الإحباط التي جاءت بعد فترة الربيع العربي، الهجمة أو الموجة المرتدة. فبالتالي تراهن على موضوع العلاقة مع الكيان الإسرائيلي كحبل إنقاذ أو كطوق نجاة لهم في التعامل، في الإبقاء على هذه الأنظمة ومساراتها وأمنها إلى آخره، أو على الأقل في استرضاء الجانب الأمريكي. أنا أظن أن هذه الأنظمة الآن وصلت إلى درجة من الانكشاف أمام شعوبها وأمام بيئاتها، وهذا قد يهيئ مستقبلا وليس في المستقبل البعيد إلى بيئات ضاغطة في بلدانها بعد أن انكشفت كل هذه الأنظمة التي كانت أحيانا يعني تختبئ خلف موضوع دعم القضية الفلسطينية، أو تعمل مثل هكذا علاقات من تحت الطاولة أو من وراء الأبواب. الآن هذا الانكشاف أنا أظن سيكشف الحقائق أمام الشارع العربي والشارع الإسلامي، وسيضع النقاط على الحروف أمام الشعوب، وستكون أقدر على محاسبة أنظمتها ربما في المستقبل القريب. نعم، أختم معك بسؤال حول عنوان مقالك دكتور محسن، ماذا بعد العقبة؟ أبرز الصور التي سنعايشها ما بعد هذه القمة الأمنية في العقبة ما هي؟ يعني باختصار شديد، السلطة الفلسطينية للأسف ستتكرس كمنظومة أمنية تخدم أغراض الاحتلال أكثر مما تخدم مسار التسوية. المقاومة، النقطة الثانية أن المقاومة ستستمر وستتصاعد في الداخل الفلسطيني، وإرادة الشعب الفلسطيني ستلتف بشكل أكبر حول قضية فلسطين. أن الجانب الإسرائيلي لن يكف عن عملية التصعيد، لكنه سيتجنب قدر الإمكان وقوع انتفاضة في الضفة الغربية أو في حرب مع قطاع غزة، لكنه سيستمر في محاولة تصعيد المسار الاستيطاني والتهويدي، وخصوصا في القدس. وأيضا مسار أوهام التسوية التي تكلمنا عنها والتطبيع سيتم محاولة نفخ الروح فيها وتسويقها في بيئتنا العربية، لكن الخط العام سيخدم إن شاء الله
التفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة والتفاف الأمة حول فض اليد من أي مسار مرتبط بالتسوية وبرموزها إلى آخره. وبالتالي أنا أتوقع في المدى الوسيط والبعيد يعني اتجاه أكبر في البيئة الفلسطينية لأن تمسك المقاومة ومؤيدوها زمام المبادرة على الساحة الفلسطينية. نعم، كل الشكر لوجودك معنا وهذا النقاش حول مقالك دكتور محسن محمد صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات ضمن مقالك ما بعد العقبة. كل الشكر لك دكتور محسن.